ومعنا من صنعاء الدكتور محمد ظاهري أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء. دكتور محمد أهلا بك. يعني تصريحات الرئيس عبد رب منصور هادي وكذلك رئيس الوزراء بالمواجهة مواجهة تنظيم القاعدة، هل اليمن بالفعل قادر على هذه المواجهة لوحده؟ يبدو لي أن يعني أن حديث هادي عن القاعدة، وأنا أقول بالنص أن المعركة مع تنظيم القاعدة لم تبدأ بعد، اعتقد انه ولن تنتهي الا بعد القضاء عليه. اعتقد انه يعني يندرج في اطار التهويل والتهوين، لان من خلال تصريحي عبد ربه منصور هادي الرئيس وتصريح رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوه نلاحظ التناقض الواضح. للاسف السياده اليمنيه الان منتهكه من قبل الطائرات الامريكيه بدون طيار، ويبدو لي ان هذا القول يعني مكافحه واستئصال القاعده هو يندرج في اطار الاستراتيجيه الامريكيه حول ما يسمى بمكافحه الارهاب، ويمكن في هذا السياق تسكين زيارات مسؤولين امنيين امريكيين وتحركات السفير الامريكي في هذا السياق، بمعنى التنسيق الامريكي رئاسي يمني يعني سعودي ايضا للقضاء على تنظيم القاعده. وبالتالي استطيع ايضا ان اشير ان هناك يبدو لي تنسيق غير معلن يعني وتحركات غير معلنه امريكيه مع الرئيس التوافقي ومع اطراف موجوده في اليمن على اساس الهم الامريكي واولوياته هي القضاء على القاعده وليس بالضروره كما هو مطروح الان، لان الخطاب اخي العزيز الخطاب الرئاسي وخطاب اولا هو خطاب جمع بين التهوين والتهويل، خطاب اقرب الى الامنيات والينبغيات، يتحدث عن لن نسمح باستمرار انقسام الجيش. هذا واضح، الجيش للاسف منقسم. طيب لكن يعني دكتور محمد اسمح لي على المقاطعة، ولكن أيضا يعني اليمن في العهد السابق كان يقول أنه لا يستطيع هزيمة القاعدة دون المساعدة الدولية ودون التمويل. الآن نرى باسندوه يقول أن اليمن لم يطلب من الولايات المتحدة يعني استخدام الطائرات من دون طيار لضرب القاعدة. هو هذا أخي العزيز في إطار يعني إزاحة المسؤولية عن الذات كرئيس في الحكومة اليمنية. للأسف لدينا في اليمن ما تزال جيوشنا جيوش حكام وجيوش عائلات وليس جيوش أوطان، وبالتالي أنت يمكن تابعت عندما تمرد الأخ غير الشقيق لعلي عبد الله صالح وهو محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية وكان بالتمرد وضرب برج مطار صنعاء الدولي. كنت أتمنى لو تم توجيه هذه الطلقات والطلقات النارية إلى الطائرات الأمريكية التي تخترق أجواء اليمن وسيادته، وبالتالي للأسف قول باسندوه يندرج في إطار تبرير أنه لا ينسق، لكن أقول بحزن شديد كيمني أن سيادتنا اليمنية مخترقة. طيب. وأن الأولويات هنا لمكافحة الإرهاب أو مكافحة تنظيم القاعدة. شكرا دكتور محمد الظهري أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء.